انا نانسي زيدان ميك اب ارتست. انا هقول سني عادي لان 35 سنه. درست اعلام، بحب الميك اب جدا وبحب اقعد اشخبط على وشي واعمل شخصيات وكده. الرجاله مش عارفه بصراحه بيفكروا ازاي، مش قادره اعرف لهم تفكير. لا هي الرجاله بتفكر، طبيعي الرجاله بتفكر بعمليه اكتر من مننا يعني عموما تفكيره. هي طريقه الرجاله بالنسبه لي انا لا مش معقده قوي، بس هي عمليه يعني، هي واضحه. انا لو كنت راجل في يوم اخرج وهاجي متاخر، ارضى ارتبط بواحد اصغر مني بس مش كتير، مش فرق كبير يعني. الاسئله اللي ما ينفعش تتسال للستات اللي احنا عارفينها دايما الوزن السن ومش عارفه ايه تاني، بس هم دول اكتر حاجه. اغلب المجانين رجاله من الستات، هو دي معلومه اول مره اعرفها، بس ممكن علشان احنا جنناها. اكتر شخصيه رسمتها كميك اب ونفسي لو انا راجل ابقى هي الاستاذه جليم، عشان دمه خفيف وانا بحبه. خدت ايه من الرجاله يعني؟ لا احنا مش هنظلمه برضه يعني، في يعني انا مثلا من اخواتي وكده بيساعدوني كتير في حاجات كتير. الرجاله خدت من الستات كل حاجه حلوه، احنا كل حاجه حلوه. الراجل يطفش امتى؟ لما يكون في زن شويه او نكد شويه يعني. احنا مش نكدين خالص خالص. الست بتطفش لما يكون في نكد برضه من الراجل، وما يكون في ضغط بقى في كل حاجه على حسب قدره تحملها يعني. للنكد سبب النكد بيبقى ممكن ست او الراجل، مش شرط حد معين يعني. ممكن تبقى في ست نكدية، ممكن راجل نكدي، بس اغلب الوقت بيجي بحس ان هو بيجي من الضغط بتاع الحياة يعني.